نيوكليوك أسيد الحمض النووي جزيئة تحمل المعلومات الوراثية وهي على نوعين DNA والRNA. DNA معناته الديوكسي ريبو نيوكليوك أسيد، والRNA هو الريبو نيوكليوك أسيد. بداية DNA معناته الديوكسي أي منقوص الأكسجين. DNA جزيئة طويلة أطول من جزيئة الRNA تحمل الآلاف من الجينات. جزيئة الـ DNA والـ RNA هي linear polymers تتكون من وحدات أساسية اللي هي nucleotides. كل وحدة من هاي الوحدات تتكون من ثلاث عناصر أساسية اللي هي فوسفات جروب والشجر والقواعد النيتروجينية. بالـ DNA والـ RNA يطلقون على الفوسفات جروب والشجر في الباك باوند. إذا كانت الجزيئة بالـ DNA والـ RNA تتكون من شجر قواعد نيتروجينية يطلقون عليها النيوكليوسايد، بس إذا كانت تتكون من ثلاثتهم اللي هي فوسفات جروب والشجر والقواعد النيتروجينية يطلقون عليها نيوكليوتايد. هسه نجي على السكر. السكر بالدي ان اي هو ديوكسي رايبوز، والسكر بالار ان اي هو رايبوز، والنوعين هن سكر خماسي بنتوز. كل سكر يكون حلقة خماسية 4 كربون و1 أكسجين، والكربون الخامس يكون سلسلة فرعية، ونرقم الكربون 1 برايم 2 برايم 3 برايم 4 برايم 5 برايم على مود نفرقها عن أرقام القواعد النيتروجينية. السكر بالDNA هو منقوص الأكسجين بالكربون الثاني، يعني موجود فقط هيدروجين. أما بالRNA فهو يحتوي بالكربون الثاني على مجموعة هيدروكسيل جروب. ديوكسي رايبوز مور ستيبل مقارنة بالرايبوز لأن يحتوي على مجموعة فعالة أقل من الرايبوز. فوسفات جروب تحتوي على ذرة فوسفات في الوسط وأربع ذرات أكسجين وهو سالب الشحنة، لهذا الـ DNA هو سالب الشحنة. مجموعة الفوسفات هي نفس المجموعة اللي موجودة بالأدينوسين ترايفوسفيت اللي هي ATP، الجزيئة اللي تحمل طاقة في جسم الإنسان. عندنا نوعين مختلفين من النيتروجينيا سبيس مرتبطة ويا النيوكليوتايد، هي البيورين والبيرميدين. البيورين هي جزيئة متكونة من حلقتين، والبيرميدين متكونة من حلقة واحدة. قواعد البيورين متكونة من حلقتين هي أدينين وجوانين، قواعد البيرميدين متكونة من حلقة هي ثايمين سيتوسين يوراسيل. الDNA هو دبل ستراند، ودائما الأدينين يرتبط بالثايمين بأصلتين هيدروجينية، والسيتوسين يرتبط بالإجوانين بثلاث أواصر هيدروجينية. مثل ما تشوفون الشجر والفوسفات جروب تمثل backbone of DNA. أما الRNA هو single strand ويحتوي على نفس القواعد النيتروجينية، بس بدال الثايمين يوراسيل.